احنا في المواد المتفاعلة رح نبدأ فيها. عندي مادتين المواد المتفاعلة، ما هيك؟ حسبي مادة واحدة مادة بس اللي HCl. تماما HCl أنسى، منحط السطر الأول على اليمين واحد مول، واحد مول. تمام، يعني بس طيب على اليمين انت خبرتينا، بس معلش تحددين الموقع وين، يعني تحت اي ماده؟ تحت ال HCl كلوريد هيدروجين. طيب ليش حطيتي هوني واحد مول؟ أنسى لأنه هذا شو اسمه كلوريد الهيدروجين أنه ما له كتلة. على الكلوريد الهيدروجين بلا له كتله، بدنا نحسب كتلته، بس انت ذكرتين انه بدنا نوضع واحد مول تحت ال اتش سي ال، ليش بدنا نوضع هون؟ معلش توضحي لنا. لأن ما في أنسى عدد على اليسار، لان ما في عدد على اليسار، العدد شو اسمه ال HCl ما له عدد على اليسار، أنسى نحط واحد مول. إيه تماما، بس مو طالب انا مني يعني انه احسب عدد المولات، صح كلامك انت صديقتي، لكن مو طالب مني احسب عدد المولات، في نقطة اللي هي خلتك تحطي واحد مول، ما هيك؟ اللي هي شو هي النقطة خلتك تحطيها؟ أنسى أعطونا إنه بالمعادلة إنه الـ H واحد، لأنه كتلة المادة تساوي عدد المولات ضرب كتلة الكتلة المولية، وهنا عاطينا 0.2 مول. هو عاطينا في النص المسألة 0.2 مول. طبعاً إحنا أول ما نرجع لترتيب الرقم الموجود في نص المسألة، هذا وين بدنا نطيره، ما هيك؟ فنوضعه وين؟ نوضعه واحد مول السطر الأول. نعم، السطر الثاني 0.2 مضى. السطر الثاني تمام، إذا 0.2 بالسطر الثاني أسفل ال HCl. تمام، السطر الأول نضع أيضا واحد مول. ليه حطينا واحد مول مثلا؟ ليش ما حطينا؟ لأنه أعطينا إياها في المول، لأن أعطينا إياها يتفاعل 0.2 مول، لما بيعطينا إياها بنص المسألة في المول، فمعناته أنا بدي آخذ السطر الأول هو بالمول، لما بيعطيني إياها بالجرام فمعناته أنا بدي أحسب هون السطر الأول الكتلة المولية. تمام؟ إيه أنسى، يلا هلا بدنا نحسب كتلة ال HCl. إيه أنسى الكتلة ال NM HCl بدنا نحسبها، اللي هي بتقول مجموع الكتل الذرية مضروبة بعدد ذراتها، يعني كل عنصر له كتلة ذرية مضروب بعدد ذرات العنصر زائد العنصر الآخر. تمام؟ يلا أنسى عنا ال H واحد، نعم، وال CCA أنسى 33.5. شوفي يا رح نرجع لهي المعطيات، اعطيني ال H واحد وال CL اعطيني اياه 35.5. ايه أنسى هيك صاروا 36.5، والأو 16 صار عنا. السطر الثاني، السطر الثاني نضع، نعم نضع 16 خمسة مجهول. طبعا اذا نضع المجهول، رمز الكتلة هي ام، الواحدة الكتلة جرام، مجهول بالجرام. تماما، إذا هلا هناخد. طيب شكرا لك يا روان. تابعي ريم العموري. ايه امسي. هلا ما نكتب كتلة ال NaOH. لا بدنا نحسب احنا ام واحد، طبعا احنا المجهول ام واحد صح؟ ايه امسي. نضرب الطرفين بالوسطين. يلا أنسي بتصير عنا المعادلة M تساوي 36.5 ضرب 0.2 على 1 مول. نعم أنسي نضرب بعشرة بمية. أنسي نضرب تماما، أنسي بيبقى عنا 2. عزيزتي
معلش بس اتدخل شوية، يعني ليش بتضرب مين؟ كان عندك المقام واحد عادي، يعني انا ضربت الرقمين ببعضهم بالبسط، ما في داعي انك تضرب البسط والمقام لمين. ما هيك؟ ايه انسي، يلا ايه ساعدوها في انسي، الحساب، ساعدوها في الحساب، يعني حساب انه تشتغلوا معها في الدفتر وطلعوا لنا الجواب. قد ايه بده يطلع الجواب هيك معنا؟ انت انطلع معك 7.3. قد ايه 7.3 طلع؟ 7.3 جرام. هيك هيك طلع الجواب اللي اي انسك طلع. تماما. اذا شكرا لك يا ريم. طبعا رح ننتقل الى ابتسام، كمان رح نحسب المادي الثاني من المواد المتفاعله الا وهي، يعني يا ابتسام ANC هي NaOH تماما هيدروكسيد نحسبها لك الصوديوم. ANC الكتلة هي الصوديوم، عندنا يا 23 نفسه بضل لأن ما في عدد عيمينه، الذرة واحد يعني. ANC والO 16 بصير عندنا 23 زائد 16، والH واحد بصير عندنا 40. إذن بصير عندنا 40 جرام، ما هيك؟ يلا، السطر الثاني. السطر الثاني نوضع M مجهول أو Z. حسب اللي بدك إياه تماماً، أي بدك شيء نوضع M مجهول، M1، M2، M3، M4 إلى آخره، X1، X2، X3، X4، Y، Z، X، المجهول اللي بدكم إياه. بس ما في انه مثلا بدك تسمي، انت بدك تسمي كل المجاهيل اكسات، بدك ترقمي اكس 1 اكس 2 اكس 3، بدك تسمي المجاهيل كلياتها ام، كمان بدك ترقمي المجاهيل، بدك تنوعي بالمجاهيل اكس واي وزد ودبليو، ما في مشكله. تمام ايه تمام انسي. يلا انسي ماشي السؤال. طبعا طبعا عزيزتي. انسي لقينا لما ضربنا 0.2 ضرب 36.5. ايه انسلقيني اذا روحنا، الفاصل يعني بضل 2 ضرب 365. اذا روحنا الفاصل، طيب اضربوا لنا اياه، احسبوا لنا اياه هيك يعني على ايش اسمه على الدفتر. ايش نعمل انسي بتطلع 365 ضرب 2. طيب بس هون بيطلع ثواني، وقفنا عند النقطة، نقطة اللي هي قالت عنا إسراء، اللي هو رقم، شو الرقم ذكروني فيه كان؟ 36.5. 36.5 مضروب 0.5. تمام. يلا خلينا نضرب الاثنين بالسطر الأول، 2 ضرب 5 10، صفر باليد واحد. تمام. 2 ضرب 6 12، 1 13. 13 حلو، 1 باليد. 2 ضرب 3 7 7 يعني 6 1 7. تمام. هلا قلنا نضرب 0 بالسطر الاول، اذا ضربنا 0 بالسطر الاول راح يطلع كله صفار، ما هيك؟ يلا هلا صفر زائد صفر، هون طبعا بيكون في عنا صفر هون، صفر. ثلاثة زائد ثلاثة سبعة زائد سبعة، وهون صفر. تمام. طيب شوفينا الفاصلة، الفواصل بعد كم رقم؟ هسه بعد ما اشتغلتين بعد رقم، بعد رقمين، لأن أنا عندي هون فاصلتين، كل فاصلة بعد رقم، بدي يصيروا هون عندي بعد رقمين الفاصلة، واحد اثنين هون نضع الفاصلة، ما هيك؟ ما هيك؟ بيطلع لنا الجواب 7.30. بس ما بدي أنا الرقم، ممكن أنا هلا إحنا في مثلا حساب لما بيطلع لنا الأرقام فواصل بيكتفي إما برقم واحد بعد الفاصل يعني اليمين أو باخذ رقمين، خلينا ناخذ رقم واحد بس. تمام؟ صفر ما يعني صفر ما صفر أسي يمين الفاصل ما له. تمام. بعد على يمين الفاصل الأول بيقرأ 30، بدك تقرأ 3 بيصير، بدك تقرأ 30 بيصير. تمام. هي الجواب 30.7. في إشكالية أخرى كمان؟ ما فيها. يلا يتابعنا ابتسام.
يلا أنسي، أنسي بصير عنا إم تساوي إم اثنين وتساوي 40 ضرب 0.2 على 1 وتساوي 8. نعم، إذا بيساوي عنا 8. شكرا لك يا ابتسام. لحظة هنا أصدقائي، يعني حسبنا إم واحد الكتلة الأولى حسبناها، فطلع عندي قيمتها هي 7.3. يلا بإمكاني أن أحسب العمود البنفسجي بعمود الأخضر، رح يطلع الجواب عندي إياه كمان 8. جربوا لنا إياها بس بعد شوي، جربوا لنا إياها وتأكدوا. بإمكاني أنا، ليش أنا اخترت أن أحسب العمود الأحمر مع العمود البنفسجي؟ مثلا لأن ممكن يكون أنا عندي ناتج ال إم واحد يكون خطأ، لهيك مشان ما أوقع في خطأ إم واحد وإم اثنين يوقع الجوابين خطأين، خلينا أوقع في الواحد بلا ما أوقع بالخطأ التالي، تمام؟ لهيك إحنا هي ضمنانينا لأنه العمود البنفسجي ضمنانينه، يعني بدي يحل فيه لكل الطلبات. هو بصح بصير أنا حل مثلا العمود الأحمر مع العمود الأخضر بصير حله، يعني أضرب الطرفين بالوسطين، بصير أضرب استخدم أي، تمام؟ بصير استخدم كلياتهم، يعني استغنى عن العمود البنفسجي، بستغنى عنه بهاي الحالة يعني. بس أنا إذا كنت متأكد من الحساب و24 فبستخدم العمود الأخضر مع العمود الأحمر، ما في أي مشكلة، راح يطلع الجواب نفسه، راح يطلع الجواب عندي نفسه هو 8، وتأكدوا منه هلا بالحساب شوي تاني، تمام؟ تمام أنسي، تمام أنسي. طيب هلا راح تابعنا إنه نحسب يعني الكتل بشكل عام المواد المتفاعلة عزيزتي يمنى. ايه أنسى، يلا أنسى ايش معنا بهي الحالة؟ أنسى بنجمعهم. تماما، يلا بنجمعهم. ايه أنسى، يلا 7.3 زائد 8 تساوي نعم 15.3 جرام. 15.3 جرام. إذا هي كتلة المواد المتفاعلة بشكل كل المواد المتفاعلة اللي هي قبل السهم، هي كتلتها 15.3، تمام؟ أنا رمزت إم واحد اللي هي عبارة عن المواد المتفاعلة، عفوا إم فتحة رمزت لها المواد المتفاعلة كتلتها، طبعا يساوي زائد كتلة المادة الأولى زائد الكتلة، عفوا يساوي كتلة المادة الأولى زائد كتلة المادة الثانية بالمواد المتفاعلة. عوضنا قيمة الكتلة الأولى اللي هي 7.3 وعوضنا قيمة الكتلة الثانية اللي هي 8 وجمعناهم مع بعض، طلع عندي 15.3 جرام مجموع كتل المواد المتفاعلة، تمام؟ يعني أنا اختصرت، بدل ما هي اختصرتها بإم فتحة المواد المتفاعلة، اختصرتها بإم فتحة، تمام؟